نظمت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية حملة لتنظيف ساحل الملكية بمشاركة عدد من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار سعي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لإعادة دمج المستفيدين من البرامج في المجتمع، بتوجيهات من سعادة الشيخ خالد بن راشد بن عبد الله آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وحرصه على المشاركة والمساهمة في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية. تشارك الإدارة العامة في هذا اليوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وبمساهمة من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة كفرصة لتعبيرهم عن شكرهم وامتنانهم للوطن، وكذلك كجزء من إعادة إدماجهم في المجتمع. حبينا نشارك المجتمع في هذه الفعالية، وطبعا اليوم تعرفنا على شيء مبسط عن المضار اللي تكمن في ترك الأوساخ والأتشاس هني على الحياة البحرية، ومشاركة وتعاطف الشباب اليوم نظفنا جزء من ساحل المالشية، ونتمنى مستقبلا أن احنا نتواصل في هذه الفعاليات ومشاركة المجتمع والاختلاط في المجتمع بشكل أفضل. تقدم الجزيل الشكر للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اللي تاحت لي هذه الفرصة للقيام بهذا العمل التطوعي. نشكر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على إتاحة هذه الفرصة. يعني طبعا اليوم احنا في ساحل المالشية جايين فعالية عندهم مجلس الأعلى للبيئة. طبعا الشباب ما قصروا كلهم مع الإدارة.